السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم يا أخوان بدي أحكي عن موضوع ممكن أنا حكيت عنه في حلقات سابقة قديمة، حكيت عنه بس هسا في شغلي برضو أرد أنبه عليها بموضوع الطابعات اللي عندهم طابعات التصوير أو طابعات الديجيتال بشكل عام. طبعا يا أخوان إحنا في أثناء الطباعة مرة بطلع معنا خطوط، طبعا في امور كثيره من موضوع الخطوط، انها مرات بتكون خطوط من الدرم، مرات بتكون خطوط من البلد، مرات خطوط بتكون من اللي هو الحبر، مرات بتكون خطوط من الترانسفير بلد، فالتي تي بي مثلا، في عندك شغلات كثير هي بتسوي من الليزر، كمان بتسوي الخطوط الطباعه او تفريغ الخطوط الطباعه. طب احنا شو بدنا نسوي عشان نتفادى هذا الكلام؟ مثلا انا عندي عينه من العينات الان بدي اطبع لكم ورقه هسه، وراح نشوف كيف راح تطلع معنا. طبعا الان هذه الطابعة فيها مشكلة الخطوط، احنا نطبع الان ورقة واحدة ونشوف النتيجة راح تطلع معنا. طبعا يا اخوان الموضوع اللي بحكي فيه هذا ما بتعلق في طابعات الكانون لحالها، بتعلق في طابعات الكانون، الكونيكا، الزيروكس، نحكي شارب، اتش بي، كل طبعات الديجيتال بشكل عام، الريكو، كلياتهم نفس المبدا يا اخوان، نفس المبدا، ما في اي اختلاف. شوفوا كيف، لاحظوا، شوفوا ملاحظين الخطوط كيف، شوفوا هذا لازم تكون بالطريقه هاي، يعني تقريبا مسكره، يعني نحكي بالطريقه هاي مسكره، بس هو في خطوط كثيره، لاحظوا هنا في خطوط كثيرة طلعت معنا. حلو؟ طيب هذه الخطوط شو سببها؟ هسه راح افرجيكم موضوعها، كثير بسيط وكثير سهل، ما في اي تعقيد فيه باذن الله تعالى، بس هذه في حلها بشغلتين لازم تحلوها، هسه بفرجيكم باذن الله تعالى، خليكم معي. طبعا يا اخوان اول شغله نسويه بنطفي طابعه من هون الباور، بنفتح الغطاء، تمام؟ طبعا انا حلقات سابقه شرحت كيف بدنا نفك اللي هو قاعد الدرم او الترانسفير موجوده عندك، نشيل هاي طبعا في الوقت الحالي، تمام، نرفع فتحه الترانسفير ومنفك برغي قاعده الدرمات، طبعا في برغيين يمين يسار، تمام، هاي واحد وهاي اثنين، هذا شوية يعني محله بغلب، معي يا اخوان، تمام، وبنسحب القاعدة كاملة بعيد، نحكي الدرمات. طبعا يا اخوان عشان تكونوا عارفين، طبعا هاي الطابعة بتطبع بكميات كبيرة، عشان هيك بكون نحكي اللي هو الحبر، اذا بتلاحظوا برا، ليش؟ لانه هاي الطابعه احنا بنستخدم لها حبر تجاري، فعشان هيك بتلاقوا الحبر دائما برا، تمام، بس هذا ما في تاثير عليه، اتركوها ما في اي مشكله فيها، الامور طبيعيه ان شاء الله باذن الله تعالى. هسه المشكله اللي احنا بنواجهها في موضوع الخطوط اللي احنا حكينا عنها هذه بشكل عام، لاحظوا ارجع، سيئه جدا. طبعا اول مرحله يا اخوان راح اسويها مرحلتين بسيطات جدا، تمام. اول مرحله فيها، اول شغله، طبعا انا فرجيتكم حلقات سابقه كيف راح تسووا، بتفكوا الدرم كيف، يعني طبعا ارجعوا اللي ما بيعرف يفك، ارجع للفيديوهات الموجوده في القناه عندي، بتلاقي كيف تفك الدرم بشكل بسيط جدا. اول شغله بتسووه يا اخوان، بتجيبوا درم الدرم، هذا اللي هو الدرم الاخضر، هذا هو، هذا بشكل اساسي اول شيء بده يتغير، تمام، هذا لازم يتغير اللي هو الدرم. طبعا برضو انا شارح بحلقات كثيره كيف تفك الدرم بشكل بسيط جدا، يعني ارجعوا للحلقات اللي قبل، اللي ما بيعرف في عندك فيديوهات موجوده في القناه بتشرح لك كيف تفك الدرم بشكل سهل جدا، تمام. اول شغله لازم نفك الدرم، تمام، هاي فكنا درم وغيرنا. بعد الدرم، بعد ما انت تفك الدرم قبل ما تغيره، بتغير شيء اسمه
الدرم كليننج بليد. هذه شفرة الكلين تبع الدرم، لأن الدرم هنا بكون وراه في شفرة، وهذه الشفرة لازم تبدلها. شوف يا أخوان هسا بشكل عام، بشكل عام إذا أنت بدلت الدرم لحاله بدون ما تغير الشفرة ما راح يمشي معك الحال، ممكن تطبع معك لغاية 100 ورقة وترجع عندك المشكلة مرة ثانية تخرب اللي هو الدرم. تمام، لازم تغير الدرم والشفرة مع بعض. هذه الدرم لحاله ما بيمشي الحال، الدرم لحاله ما بيمشي الحال. تمام، لازم تغير الدرم والشفرة. تمام، طبعا المشكلة ما بتتبع لا هي ليزر ولا هو تنظيف الليزر ولا هو نحكي مشكلة ترانسفير. الترانسفير بلد اللي هو الحصيرة السوداء يا أخوان، هذه صعب إنها تخرب إلا إذا انطعجت، إذا انطعجت بكون في مشكلة في الطباعة بطلع عندك. غير هيك إذا فكيتها لقيت فيها تشخيط، تشخيط الطبيعي تبع الماكينة، الموضوع بسيط جدا ما في أي مشكلة، التشخيط بسيط جدا. بس الطباعة اللي بتطلع معك نظيفة أو طباعة سيئة هو بس بتغيير الدرم نحكي والشفرة. طبعا الطباعات الثانية إذا بطلع في عندك خطوط، بطلع عندك في كذا، في ضربات كذا، بيتبع شغلات ثانية. بس إحنا بنحكي عن تفريغ الطباعة اللي فرجتكم إياه، هذا هو التفريغ الطباعي. هذا هذا شوفوا حتى اللون الأزرق هنا مش طالع وعندي خطوط كثيرة. ليش هاي بتصير أصلا؟ أنتوا بتعرفوا ليش بتصير هذه معك؟ يعني عفوا في كل طابعة إذا طبعت عليها فترة طويلة، هذا الدرم الآن نحكي الأخضر بكون فيه عليه مادة هي اللي بتمسك الحبر، هي بتتمغنت مع الحبر عشان تنزل على ورق، على عفوا عشان تنزل على ترانسفير، وترانسفير نقولها للورقة. تمام، فهذا بكون المادة هاي خلص انمحت، راحت صارت تخف شوي شوي بعد استعمال بشكل كبير. طبعا يا أخوان هذه بتتم معك في استعمال الأحبار التجارية، المشاكل هذه كلها بس باستخدام الأحبار التجارية. طبعا الأحبار التجارية بدك يعني نحكي كل فترة وجيزة لازم تغير الدرم والشفرة. تمام يا أخوان، هذه المشكلة فقط في الدرم والشفرة، لازم تغير الدرم والشفرة. إذا غيرت الدرم وخليت الشفرة ما بيزبط، وإذا غيرت الشفرة وخليت الدرم مستحيل يزبط معك الحل، راح تظلها عندك المشكلة ما راح تنحل. تمام، لا مشكلة هي ليزر ولا مشكلة هي نحكي زي ما حكيت لكم اللي هو البلد ولا اي مشكله بكون في الماكينه، بموضوع بسيط جدا بس تغير هذا. طبعا انت اثناء التبديل بس تغير، حاول انك تنظف اذا عندك بلور اللي هو نحكي السشوار، حاول انك تنظف طبعا على البارد مش على الحامي، حاول انك تنظف هذه كونك انك فكيت. تمام، بس طبعا بتفكهم بتنظفهم برا مش جوا الماكينه عشان ما يجي على الليزر عندك. بعد ما تخلص اكيد انا فرجيتكم كيف تنظفوا الليزر عن طريق اللي هو الذراع الازرق الموجود هنا، بتدخلوه في كل فتحة في الأربع فتحات اللي هو السيام وكي، بتنظف بعد ما تخلص. ليش؟ لأنه ممكن أنت بعد ما ركبت الدرم وسكرت نحكي هيك بالطريقة هاي، تمام؟ سكرت هيك عشان تجمع البراغي ممكن يكون كت حبر. تمام يا أخوان؟ زي ما حكيت لكم المشكلة هذه فقط تنحل، تغير الدرم هاي المشكلة هاي، بتغير الدرم والبلد إن شاء الله وبتنحل معاك المشكلة من جذورها بإذن الله تعالى. وبارك الله فيكم يا أخوان، أكيد لا تنسونا بالاشتراك والقناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يصلكوا كل جديد، وإن شاء الله تنسونا بدعمكم للقناة اللي هو أكبر نجاح لنا ولكم بإذن الله تعالى. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.